السلام عليكم، معكم يوسف دلال من خلال قناة جوكومينيك تي في لتعلم اللغات وكذلك الفهم. تقدم لكم هذه اللعبة الشهيرة سودوكو، اللعبة اليابانية التي تعتمد بالأساس على الذكاء، استراتيجية وكذلك ثقة في النفس. من بين هواياتي المفضلة، تتمنى أنكم تمارسوها لأنها تحتوي على عدة مستويات من مستوى سهل جدا إلى صعب جدا الخاص بالمحترفين. إليكم هذه اللعبة. محمود مرسي و جايزة لأهالي الحي الكرام. إيناس جوهر، رشدي المهدي، تيريز دميان، مدحت مرسي، أحمد نبيل، رؤية أحمد، سيد عزمي، مديحة حنفي، محمود زكي، مخلص البحيري، نظير عبد الجابر، أحمد حسن. إمام عمر، مجدي كامل، موسيقى المقدمة والنهاية محمد الشيخ، موسيقى تصويرية مختار السيد، تسجيل ومونتاج محسن عبده. جايزة لأهالي الحي الكرام. تأليف حسن عمران، إخراج حسني غنيم. أنا رأيي سيادتك تسيب الفيلا دي وتشتري فيلا في مكان هادي تعيش فيها أنت والدكتورة سوسن بنت حضرتك. أسيب الفيلا اللي اتجوزت وخلفت وعشت عمري كله فيها يا بلوطي؟ مشكلة يا فندم. دبرني دبرني يا مدير أعمالي، أمك بس عملت لها في فلوس على إيه؟ ما كانش 2000 جنيه عمي كل شهر يا بلعوطي يا بلعوطي. أنا لما بنيت الفيلا دي، أيوة التاريخ هيتكلم، بنيتها في الصحراء عشان أبعد عن الدوشة وأعيش في هدوء. سيلانس يا فندم. عارف فجأة وعلى غير انتظار ما بقتش أعرف أوصل للفيلا من الشوارع والحواري والأزقة والعطوف اللي بقت حواليها من كل حتة. كفاية يا فندم كفاية، سيادتك قطعت قلبي. ما تستعجلش يا بلعوط ما تستعجلش، هقطعهولك لو ما شفتليش حل. مش واخد بالي يا فرجاني بيه، لا مؤاخذة، يعني فتح الشباك وحصولي على الهدوء كحق مشروع كوم. أيوة وجودك هنا كوم تاني يا بلعوطي. الشباك، الدوشة، الهدوء، الدوشة، الشباك، الهدوء، أجيبها من النص فعلا. الدوشة، الشباك، الهدوء، الدوشة، الشباك، الهدوء. إيه ده أستاذ بلعوتي؟ إيه ده أنت بتكلم نفسك؟ سوسن هانم، كويس إنك جيتي، الحقيني يا دكتورة. أكيد في مشكلة جديدة مع دادي. مشاكل يا دكتورة، البهوالة حضرتك. ماله دادي؟ على فكرة زيه. كويس كويس وبيسلم عليكي وهيطردني. طب بس إهدى كده أرجوك وتحكي لي في نقاط واضحة ومختصرة لو سمحت. أقول لحضرتك. يا ملعوطي هتنطرد يعني هتنطرد. شفت يا دكتورة؟ ده موضوع مش سهل يا دادي. لا أنا ولا هو ولا حضرتك نقدر نعمل فيه أي حاجة. دراسات كتيرة جدا اتعملت في الموضوع ده، لكن التطبيق صعب صعب خالص. يعني إيه يا دكتورة؟ يعني إيه؟ أعيش بقية عمري أعصابي بتنقع عليا؟ ما حدش قال كده. خلاص فكر يا دكتورة يا بتاعت علم الاجتماع. أمال بس قلبالي دماغي بالعلم ومليالي الفيلا كتب على الفاضي. مش عاوزة تفرحيني بجوازك. طيب فرحيني فرحيني بانك تشوفي لي حل في الدوشه دي. شوف يا دادي نمسكها واحده واحده. نعم. مين اللي عامل الازعاج ده لحضرتك؟ اكيد مش انا، الناس اللي حوالينا طبعا. انا كان قلبي حاسس انهم هم. بالشكل ده المساله تعقدت خالص نظريا وعمليا. نعم يا اختي، انت هتقولي لي محاضرات يا ست سوسن، انا عايز حل. الاحصائيات بتقول ان عدد السكان في الحي ده كبير كبير جدا، والدوشه نتاج طبيعي للزحام وزياده عدد السكان. هنقول للناس ما تخلفوش. يا دادي ما كانش حد غلب. طب والحل؟
ايه رايك يا دكتور؟ اسف قصدي يا دادي ان احنا نقدم لهم حافز قوي. ده احنا ناقص نعمل لهم جايزة. هو ده بالظبط كده. بتقول ايه انت؟ بتقول ايه حضرتك؟ مش عايز يا دادي تعيش في هدوء؟ امال ده ايه اللي هيجنني؟ لايميني على الحال لايميني. خلاص حضرتك تعلن عن جايزة. جايزة كبيرة جدا للي ما يخلفش اكتر من اتنين بس. وبعدين هتشوف يا دادي ايه اللي هيحصل. يا اهالي الحي الكرام، بقيت العام وكل عام بيقول المليوني فرجالي 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 رحم مصانع الاسفلت والبلاط والايشاني عن جايزه كبيره وعظيمه لاصحاب العهول السليمه اللي ما يخلفوش اكتر من اتنين. الخمسه موجوده على باب الفيلا الموعوده بالدوشه والغاغه السودة، والاجر والثواب على الله. يا اهالي الحي الكرام. ابو الرجال ابو الرجال اصحى يا رجل امال. انت يا ابو الرجال يا مفتح. صح يا ولية، ايه خبرك؟ ايه سامع اللي انا سامعاه؟ هيقول ايه المخبوط في حنكه دي؟ هيقول عاملين جايزه كبيره قوي قوي للي هيخلف عيلين مش كده؟ جرالك ايه يا ست البنات؟ جرالك ايه؟ اتخبطت في نفوخك اياك؟ ايه ده هيخرف؟ اروح لهم البلد بعيلين؟ واه الجدب الموجوده يا ابو الرجال. يا سلام. يقول ايه؟ يقولوا نفسه كبرت ونسي سلو البلد بعد ما هاجر ونزل مصر؟ لا، يخليهم عشرة واني وياه. نامي نامي جاكي خابط. مش حدا ينوم دلوقتي. نامي بقولك نامي. صح هتضحكي عليا يا ياكي. نامي. ايه كده؟ ايه داني داني ابو رجال المفتح. الراجل ده اكيد متسلط عليكي. ليل ونهار داير بالميكروفون. ومين بقى يما اللي حيسلط؟ جوزك يا خايبة. هو مش كان قبل ما يسافر لو يبوزه عشان صممتي تخلفي العيل التاني؟ اي والله يما، لكن هو ده معقول؟ ده مسافر يجيله سنة وقت. ما هي دي اللعبة يا حلاوتهم. هو يشتغل هناك في دبي وبتاع الميكروفون يشتغل عليك هنا. بقى ده كلام استحركات يا ترجي. اكيد حيفقسوها. هم عبط، هم مش عاوزين عدم المؤاخذة يا معلم. عيلين. الراجل بتاع الميكروفون كان بيقول كده. خلاص انا عندي عيلين، ولد وبنت، يعني المطلوب بالمزورة. صح صح. هفضل محافظ عليهم، لا يزيدوا ولا يقلوا، لا يطولوا ولا يقصروا. وبعدين الهفي الجايزة، وبعد كده اخلف على كيف كيفي ويبقوا يقابلوني. طب يا اخويا ما دام انت ناصح كده، ما تعمل بحق الجيرة وتشوف لنا كمان صرفة ينوبك ثواب، يمكن الفرج يجي على ايديك واخد الجايزة واكبر القهوة شوية. انت بقى اللي ما تنفعش معاك صرفة في الحكاية دي ابدا يا معلم. الله، عشان يعني ما هم تمن عيال وانت يعني حتغلب؟ ما فيش بقى غير انك تسربهم عدم المؤاخذة. ايه اسربهم؟ تقدم لهم اتنين وتسرب ستة. ايوه حركات، بس هوديهم فين؟ هي الناس ناقصة عيال. بصراحة بقى خايف اقول لك وديهم ملجأ. لا تزعل مني. لا 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 لا، وازعل منك ليه؟ اوديهم على الاقل اريح دماغي من دوشتهم وطلباتهم اللي ما بتخلص. هي الجايزة اللي بيقولوا عليها دي لا مؤاخذة تطلع لها حركات قد ايه؟ والله ناس بتقول ربع مليون جنيه، وناس بتقول نص مليون، وناس يعني الناس. كفاية حركات. طيرت لي برج من دماغي. من بكره هقدم للعيال في الملجأ واجي وياك اشوف الشروط ايه. وبعدين يا فرجاني بيه، وبعدين الناس هتكسر باب الفيلا من الزحمه. هو ده الهدوء اللي انت وعدتني بيه انت وسوسن يا بلعوطي؟ انا بقول نطلب البوليس. والبوليس ماله يا اخي ماله؟ احنا اللي عملنا المسابقه، الناس جايه تعرف شروطها، حقهم. سوسن فين؟ راحت الجامعه، بتقول هتدي محاضره مهمه جدا النهارده. يعني عملتها وهربت؟ يا عيال مش يكتبوا الشروط بخط اكبر من كده شويه؟ خط ايه يا اخويا؟ تكتب لي المشروطات معاك. حرقوا يا ناس، يا حرقوا يا ناس.
انا بقول نجيب البوليس. الناس شايف ايه بابا لو يا سعدان دي هتكسر الفيلا يا بابا ويحونا يا راجل. الشروط بتاعتنا اوعى الجلد بتاعتنا. اسمعوا لي بيحصل ده والله انا خايف انا خايف افرجاني دي. عجبك كده عجبك كده يا بلوط؟ وانا ذنبي ايه بس يا سعاده البيه؟ انا نفذت اللي قررته بيه. الناس هتقطع بعض يا اخي. وبعدين يا بلوط وبعدين المرور اتعطل في الشارع. انا عارف بس ايه اللي خلاه يتاخر بالشكل ده؟ ده انا قايل له تطبعهم وتكون بيهم قدام الفيلا من 5 صباحا. انت بتقول ايه؟ بتبرطم تقول ايه يا بلوط؟ انزل اتصرف يا اخي. الحمد لله هو وصل. ايه ده بلعوط؟ المسابقه دخلت بالسوق السوداء؟ ناس ما عندهاش ضمير يا فندم بيتاجروا حتى في عدم الخلفه. بره 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 شروط المسابقه بتجري احسن من خناقات وبهدلات الرجاله والستات وعصره المرور والعربيات. بره بره اديني 5 يا اخويا ولا 3 ولا اقول لك خليهم 10. ودي 10 كمان عندك 10 5 احمر و5 بمبا. هم كمان عملوا شروط بالالوان. شرط واحد بس ارجوكم هدوء شويه. هدوء من فضلكم. ايه هو الشرط ده يا دكتوره؟ ان اللي هيدخل المسابقه يكتفي بطفلين ولمده 3 سنين ابتداء من النهارده. وتفتكر حضرتك التجربه دي ممكن تجيب نتيجه؟ ما هو ده السؤال الرئيسي اللي بيطرحه البحث اللي انا ابتديته من امبارح. هل الحافز المادي ممكن يؤثر في تنظيم نسل الشخص؟ هو ده اللي هيجاوب عليه البحث بالظبط. فكره مثيره يا دكتوره. متشكره قوي. وياريت بقى حضرتك تساعديني في اني الاقي شقه في حيكم. ليه يا طارق؟ علشان اتجوز فيها وساعتها يحق لي اني ادخل المسابقه. مين عارف مش يمكن يكون لي نصيب واكسب الجايزه. اتفضل يا بيه. لو راجع ايه لفندي كتبها لي الله يستره. ايه ده مدام؟ ايه ده؟ فين موافقه الزوج؟ الزوج وده يطلع ايه ده كمان؟ الزوج يعني بعلك جوزك يا ست هاني. مخلصينا بقى. ايوه 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 فهمت فهمت. ما تقولها بالرجال يعني لازم تقولوها بالنحوي. هاتي موافقته يا ست وتعالي. وده تجيبها منين دلوقتي يا بيه؟ اذا كان بيروح الشغل وبياخدها معاه. ما تخلصينا بقى يا ست، رجلينا تعبت من واقفه في الطابور. اللي بعده. ما تستنى يا راجل انت يا ابو طويل اما استفهم. هي الدنيا طارت يا اخواتي. يا ست ما تعطليناش، لازم موافقه جوزك. وان ما وافقش اطخه يا بيه. جوزك وانت حره فيه. الله. اللي بعده. عندك 2 بس يا استحلاكات. 2 يا سعاده البيت. وانا حاجش سعادتك، ده انا حتى من يوم ما اعلنت عن المسابقه وانا عارضهم في فترنت المحل للي رايح واللي جاي عشان اشاعات يا بيه. المهنه ترزي. وتحت امرك. عربي وفرنجي اخر موضه، اصل محسوبك بريمو في اللغات. حلاوتهم يا بيه، اوعى تقولي موافقه جوزك. ادي التوكيل اللي عملهولي قبل ما يسافر، وادي الختم بتاعه. خلاص ما دام مسافر يبقى مفيش خوف. تعيش يا بيه، اهو كده تكسير الروتين ولا بلاش. كام عيل يا معلم برعي؟ 8 يا سعاده البيه. ايه؟ 6 تعيش انت و2 تموت انت. قصدي على ذمتي دلوقتي 2، معلوف ومتلوف، وربنا يخليلك. إيه؟ انت متاكد ان 6 توفوا يا معلم؟ عيب عيب يا سعاده البيت، ده انا موتهم بايدي. قصدي على ايدي. اللي بعده. الراجل يا اخويا راسه 1000 مركوب، لا لازمه انا خلف له 10. امتى الله يسترها يا ستي؟ دي مسؤوليه، امضي بداله ازاي؟ انت عاوزه توديني في داهيه؟ كمان انا ما اعرفش اكتب صعيدي. اقول لك هتدفعي كام؟ ادفع. شوف يا اخويا قله الذمه بتاعت الخلق دول، 500,000 جنيه يعني. طب اسكت اسكت اسكت، عاوز كام؟ قول وخلصني. ربنا يحوجك يا ابو الرجال زي ما حوجتني للاندال. 50 جنيه. انت باين عليك ست غلبانه زي حالتنا. يا عنتي دم طلقه الدايه ما بتاخدهمش في الولاده. اقول لك امر لله. اسم المحروس جوزك ايه بقى علشان امضي باسمه؟ ابو الرجال يا اخوي، ابو الرجال جديد المفتح. ايه المفتح؟ ايه واسمه كده من عيلة الوعي قوي. لا حبيبي على مين، اوعى تفتكر انك هتكون اوعى مني. يا بلعوت بيه صدقني هم دول اللي وزعتهم بس. 70,000 جنيه بس يا مفتري؟
ده انا شايفك نازل بيع ولم فلوس، بيع ولم فلوس. ايوه ده في الاول، لكن بعد كده لقيت ناس تانية بيبيعوا. الشروط برضو؟ الشروط ومع كتب خارجية. الفلوس، الفلوس اللي بعت بيها فين؟ اتفضل 14000 جنيه اهم، وانا خدت ال100 جنيه اللي اتفقنا عليهم. ماشي. بقول لك ايه؟ نعم. ايه؟ ما لقيش معاك كتاب من الكتب الخارجية اللي بتقول عليها. معايا. ليه بقى لا مؤاخذة؟ اصلا انا عقدت الشروط لدرجة اني ما بقيتش فاهمها. بالعكس، المسألة واضحة خالص. كل واحد من اهالي الحي دلوقتي هيفكر 1000 مرة قبل ما يخلف ويملى الحي عيال. كل واحد؟ بتقول ايه يا دكتورة؟ ده كل اللي جم ما يطلعوش 1000 ولا 2000 واحد، والباقيين مش فاضيين بيخلفهم. انت جالك كام النهارده يا استاذ بلعوتشي؟ 70000 يا ست هانم، ده غير اللي بيشاوروا عقلهم. 70000؟ ايوه يا فندم، الفلوس بتقول كده، عقد الدفاتر بتقول كده. معنى كده ان الفكره لاقت قبول عند الناس، واللي ما جاش النهارده هيجي بكره، واللي مش هيجي الشهر ده هيجي الشهر الجاي. مبروك يا دادي، مبروك. الظاهر ان انت هترتاح من الدوشه قريب قوي. قصدك بعد 3 سنين؟ ده لو صدق كلامك يعني. وليكن يا دادي، المهم ان حضرتك دلوقتي تقدر تعيش على الامل، الامل في ان انت تستمتع بالهدوء كحق مشروع لكل مواطن. على فكره حضرتك بالمشروع ده يا دادي هتدخل التاريخ. انا عايز ادخل بيتي الاقيه هادي يا ناس. تقصدوا ايه يا دكتور؟ علماء علم الاجتماع في مصر وفي الخارج وابتداء من النهارده بيستنوا معانا نتيجه اللي احنا بنعمله، ولو الدراسه بقى نجحت. تقولي ايه؟ دراسه؟ طبعا. امال انت حضرتك كنت فاهم ايه؟ فاهم ان انا اقترحت حكايه الجايزه كده اعتباطا؟ لا يا دادي، ده بحث من زمان كان نفسي اعمله، وفجاه لقيتكم بتقدموا لي كل معطياته على صينيه من ذهب. اقول لكم لا يا دادي؟ معقول دي تيجي برضو؟ ومين يصرف على العلم بتاعكم غيري انا؟ ما تنساش يا فرجاني بيه انك هتدخل التاريخ زي ما قالت الدكتورة. على فكرة دكتورة سوسن. ايوه استاذ بلعوتشي. يا ريت يا دكتورة سوسن تشوفي لي انا كمان حتة في التاريخ ان شاء الله بعد نابليون. الله الله الله، امال ايه حركات ولا اقل منها؟ إن ما كانوش يدوها لصاحب أكبر قهوة في المنطقة، يدوها لمين أمال؟ هيا يا معلم، بس الخوف بقى لا يعرفوا حكاية التمن عيال. أديني خلصت من 6 منهم. ها؟ تكونش ودتهم للملجأ بصحيح يا معلم برعي؟ من الفجرية وحياتك. الله الله الله. ونبهت على كل عيل فيهم ما يفتحش بقه. إزاي؟ قلت لكل عيل يسألوك ياد أهلك فين؟ أيوة. تقول ما اعرفش يا سعادة البيت. حلاوتك. انا خرجت للدنيا ما لقيتليش اهل، زي عبد الحليم حافظ في فيلم الغلطاية. الغلطاية؟ تكونش قصدك الخطايا؟ اسم الله عليك. ده انا حلاوتهم والاجر على الله. يا اختي يا اختي يا اختي، فرحانه قوي يا حلاوتهم. وما فرحش ليه ياما؟ بنتك النهارده عرفت تضرب عصفورين بحجر بصحيح. ازاي يا عين امك؟ ازاي؟ فهميني يا اختي. زي غلول جوزي ورافض الخلفه، مسك لي نغمه واحده ما فيش غيرها. نكون نفسنا الاول يا حلاوتهم، وبعدين نخلف عيل ولا اتنين بالكتير عشان نعرف نربيهم. وانت من عبطك يا اختي، كنت مطوعاه. اه، ولولا زني على ودانك ما كنتش شفت لك خلفه لغايه دلوقتي. اديني سمعت كلامك، وبقى عندي 2 حلو، وهم اللي مطلوبين في التجنيد، قصدي في المسابقة. قلت في عقلي بالي يا بت، انت مستوفية الشروط من مجاميعه. 2 وعندك 2 جوزك، وبيقول كفاية لحد كده، وكمان مسافر. ابقى ضيع على نفسي 500000 جنيه يا ام حلاوتهم. ابقي قابليني يا اختي، ادي دقني ان طولت ده او ده. قصدك ايه يا ام؟ قصدي عين امك المسابقه اللي بتقولي عليها دي حركه. ايوه حركه من حركات زغلول جوزك. ما قدرش يقنعك بانك تبطلي خلفه لغايه ما يكون نفسه زي ما بيقول، ام سلط غيره عليكي. وده كله ليه؟ عشان يعمل قرشين على قلبه ويجي يتجوز غيرك. يتجوز وراها ايه يا حبيبتي؟ هم حته عيلين. لا راحوا ولا جم، امرهم يتدبر. يا ما قلتلك اربطيه بالعيال، ما سمعتش كلامي. هو
هو ده الكلام الصح، الراجل مننا بعياله. وصحتي يا ابو الرجال يا مفتى. صحتك في بصتك في عيالك. ايوه تبص في عيالك تشبعي. انا اتكلم عن صحتي مش الوكل. وصحتك ايه والوكل ايه؟ انا عن نفسي ابص في العيلين احس اني شبعان والدم هيفط في عروقي، ما بالك لو العيال دول بقوا 10. تعبت من الخلفة. واسكت يا واد واسكت يا بنت، كفاية كده. خبرك ايه يا ست البنات؟ مين امال يشيل معايا البؤجة ويمشي في الشوارع ينادم شاط وفليات؟ اه اشتري ناس يعني؟ لا حالك مش عاجبني من ساعة ما سمعت الراجل بتاع الكركفون وانت حالك اتقلب. انا وهتقلب ليه؟ ناقص تقول لي اني رحت وقدمت عندهم كمان. خبرك ايه يا مفتح؟ ما خبرش، لكن والله والله ما رجعت على في دماغك لدور على الراجل ده ابو كركفون واقتله. الف مرحب يا ست هانم، يا الف مرحب. القهوه كلها نورت. متشكره متشكره قوي يا معلم. شيشه قوام يا ابو هابل. شيشه قصدي ليمون للهانم. شوفي بقى يا ست هانم، إن ما كنتوش عملتوا المسابقة دي أنا بنفسي كنت هقول لكم تعملوه. ياه للدرجة دي أنت مؤمن بالفكرة يا معلم؟ أسفة يا معلم برعي. طبعا البلد زي ما أنت شايفة كده تعبانة. تعبانة قوي بسبب الخلفة اللي بالزوفة. تمام تصدقها يا دكتورة بالله. ونعمة بالله يا معلم. أنا ساعات ناس بتجيني تقعد على القهوة يطلبوا واحد شاي شركة مع بعضيهم من قلة مفيش، ورغم كده تلاقيهم بيخلفوا بالتمانية. التمانية؟ شمعنا يعني تمانية لمؤاخذة؟ خلاص خلاص خليهم 10 يا معلم ولا تزعل نفسك. ما زعلش ازاي؟ دول ناس يستاهلوا الإعدام، ناس بيسرقوا لمؤاخذة على غيرهم. برافو. لا لا استهاني ما يغركيش اني صاحب قهوة وما تعلمتش، انما انا بعون الله حسيس قوي 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 وعجبك قوي قوي قوي. في الاول المدام كانت مصممة نجيب 8. 8 قلت لها لا. ودول نربيهم ازاي؟ صح. هنوديهم ملجأ ولا ايه؟ كفاية 2 معلوف ومتلوف. قالت لي ماشي نجيب 2 وبعدين نطبق. وطبقت يا كومي؟ قصدي يا معلم. ما لحقتش يا ست هانم. الاتنين طبقوا على نفسي. ده راجل ضلالي. طبقوا على نفسه قال. انت متاكد من اللي انت بتقوله ده يا قسط حركات؟ ايه بس ست هانم، ان ما كنتش مصدقاني اختفي رجلك لغايه الملجأ. وانت يا قسط حركات؟ 2 بالسنتي. عظيم. واحنا قادرين على تربيتهم يا ست هانم، بس ربنا يعين عليهم. وبيني وبينك الشغل ما بقاش زي الاول، الجاهز ضيع الدنيا. وهو ده بقى سر تمسكك باتنين بس؟ لا وكمان عشان دي بقت موضه. لا مش كده وبس. كمان علشان صحتي. هتشرب ايه؟ مالها صحتك يا ست البنات؟ مش قد كده بعيد عن حبايبك. انا جبت الواد الاولاني من هنا وصحتي فاستكت من هنا. فاستكت؟ قلت ماشي اجيب له التاني علشان املعنيه. تشرب ايه؟ وهو ابو الرجال جوزك رايه ايه؟ خابت في رايه بعيد عن حبايبك. راسه 1000 مركوبه اجيب له 10. 10 عاوز يعمل كتيبه مشابه مشط وفليات. هتشرب ايه؟ بائعين جائلين يعني؟ لا جايلين ايه، لا هيقولوا ولا هيعيدوا، هيبيعوا. انا لقيت كده حطيت العقده في المنشار. تشرب ايه؟ العقده بقى حطيتيها في المنشار ازاي يا ست البنات؟ قلت له عاوز عيال صح. عيالي ما يشتغلوش في المشاط والفليات. صح. دي شغلانه ملهاش مستقبل خالص. بالظبط. ان كنت عاوزهم صح يشتغلوا في النفتالين الفيليا. ايه الكلام ده يا مدام؟
يعني ايه جوزها مسلطنا احنا عليها؟ استني انت بس ياما شويه. لغايه امتى يا حلاوتهم؟ لغايه امتى؟ لغايه ما جوزك يدخل عليكي ومراته الجديده في ايده. يا مدام افهميني، دي مسابقه اختياريه اراديه نابعه من الخيارات الذاتيه المنطلقه من البواعث الفرديه المنبثقه من الظروف الاقتصاديه والاجتماعيه الكامنه في الانا العليا. يعني باختصار شديد، من حق كل شخص في الحياة ان هو يدخل المسابقه دي او ما يدخلهاش. هي حلاوتهم، هتدخليها ولا هتخرجيها؟ قصدي ولا مش هتدخليها؟ دخلاها يا استهانم، اعملوا حسابي. دي ست مخرفه، انا كان قلبي بيقول لي مفيش فايده مفيش فايده. لو كنت حضرتك شفت يا دادي وسمعت اللي انا سمعته اكيد كان هيبقى لك راي تاني. هو ايه ده بقى يا استاذه؟ عندك مثلا المعلم برعي اللي قدم لولاده في الملجأ. إن ما كانش يا دادي عارف غلطة عمره ما كانش أبدا حاول إن هو يتخلص منها. ده علشان طمعان في الجائزة بس. وماله، كفاية إن هو أدرك إن خلفته الكتيرة ممكن تضيع عليه فرصة ما كانش عمره يحلم بيها. على فكرة أنا قررت أسحب أوراقه من المسابقة بعد ما تأكدت من عملته. طب والترزي؟ الترزي اللي ماشي على الموضة. مبررات وهية، لكن طمعه في الجايزة هيخليه حريص جدا على إنه يكسبها. وست البنات تفتكري هتنجح مع جوزها اللي مصمم على 10 عيال؟ الأيام بقى هي اللي هتجاوب على السؤال ده. وإن كان إحساسي بيقول إنها هتنجح لأنها أدركت خطورة الحملة على حياتها. أما بقى حلاوتهم دي بقى حكايتها حكاية. هتهرب إزاي من إلحاح أمها في إنها تسلسل جوزها؟ جوزها مسافر، لكن ممكن يجي في أي وقت. ممكن، وإن كان ده غير محتمل بنسبة مش بطالة. إزاي يعني؟ اللي انا عرفته يا دادي من حلاوتهم انه سافر بعد ما يئس من الحاح امها عليها. ده غير انه بقى كان دايما بيشتكي من اهمالها في نفسها وانصرافها عنه باولادها. واضح انه هو راجل عياش نفسه يعيش حياته، خصوصا انهم اتجوزوا عن حب. واضح انك متفائله جدا يا دكتوره. لا لا دادي نو، ده خطا علمي ما احبش ابدا ان انا اقع فيه. نبي. المفروض يا دادي ان انا ما احطش نتائج للبحث اللي لسه ما انتهاش. كويس قوي، وافضل انا بقى في الدوشه والازعاج ده 3 سنين كمان. 3 سنين يا دادي، بعدها حبيبي تعرف ان كنت هتعيش في هدوء ولا لا. السلام عليكم يا حركات. الله الله الله، ايه يا معلم برعي؟ ايه مالك؟ انا حجلني يا حركات اخويا. ليه؟ العيال وحشوني قوي. هانت هانت يا معلم، دول سنتين اللي فاتوا لغايه دلوقتي. اصبر شويه، دول 500,000 جنيه يا عم. ما هو ده اللي هيجنني. ساعات تطقف نفوخه اروح اجيب العيال من الملج خبر، وساعات اقول لروحي ده نص ارنب يا برعي. هيعيشك مالك وينجدك من الهم والضنك اللي انت عايش فيه انت والعيال. عين العقل يا اخويا، الصبر الصبر يا معلم. واذا انا صبرت حركات اصبر امهم ازاي؟ دي ما بتبطلش سؤال عنهم ولا عياط لا ليل ولا نهار. الله يكون في عونها، الضنا غالي. الاول يا معلم، انت طول السنتين اللي فاتوا ما قلت لهاش هم فين؟ وانا مجنون يا حركات؟ انت عاوزها كل شويه تنط لهم في الملجأ والحكايه تنكشف؟ خير ما عملت. امال فهمتها ايه عدم المؤاخذه يعني؟ قلت لها انهم في بحث. بحث؟ بحث بيتعلموا في بلاد بره. بره بره فين يا ابو الرجال؟ ما عرفاش بره فين يا ست البنات؟ بره الدوار يا وليه. يا حمدي ليه يا راجل؟ ما عرفاش ليه؟ هتستغفليني سنتين بحالهم السنه وما عرفاش ليه؟ انا يا ابو الرجال هتنكر انك قدمت في المسابقه بتاعت الكركفو؟ لا. هتنكر انك زورت اسمي في الاوراق الرسميه؟ لا. هتنكر انك في السنتين اللي فاتوا ما خلفتيش الخمس عيال اللي اتفقنا عليهم وحطيناهم في الخطه؟ لا. هتنكر انك منع نفسك عن الخلفة عشان المسابقة مش عشان صحتك زي ما بتقولي؟ لا لا انكر في دي. يا عينك يا عينك يا جبايرك. وانكر في دي كمان، انت عارف صح ان صحتي مش قد كده. لا افدي بقى انا اللي انكر. اللي خلاك تروحي تقفي في الطابور مش حيخليك تقدر تخلفي. يلا 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 مخرجاش مخرجاش يا ابو الرجال. عقولي لا حياكي غير لما تقولي عرفت الحكاية دي كيف عاد. حركات الترزي؟ هو بعينه يا ست هانم راجل سوى بعيد عن حبايبك. وابو الرجال بقى قابل حركات ده ازاي؟
ابو الرجال اصله ساب المركوب واشترعه قبل عملتك جزمه. ولاد الحلال قالوا له الجزمه يلزمها شراب يا ابو الرجال، ما كدبش خبر. وراح للمزغوط في مقص حركات علشان يفصل له شرابين. طب بس انت دلوقتي لازم تهدي نفسك شويه. هدي نفسي كيف عاد؟ دي الحكايه دي فيها موت يا استهانم، انا اهلي ناس صعاب. موت سلو نقديه، الست لو طردها جوزها ما تخرجش على الدنيا. اما تخرج على فين؟ تخرج بعيد عن حبايبك على الاخرة. واخرتها يما، انت مش هتبطلي كلام في الحكاية دي؟ خايفة عليك يا حلاوتهم. من ايه بس؟ اكونش انا الوحد اللي قدم؟ لا بس انت بقى لوحدك اللي انت مش عارفة مصلحتك. مصلحتي؟ يعني انت شايفاه باقي عليا قوي عشان اخليه يرضى باللي مش هو عايز يرضى بيه؟ ايه؟ ايه الكلام ده يا بيت؟ حلاوتهم صوتك بيقول حاجة. حاجات يام، اتفضلي. الجواب اللي بعته بعد سنتين سفر بيقول فيه ايه؟ خسارة يا حلاوتهم، ضيعت كل شيء جميل بينا. الست اللي تخرج عن طاع جسها ما تستاهلش غيرك ده. عندك حق تماما يا معلم ابو الرجال، انا نفسي غلطتها، انا عملت كده بدون موافقتك، لكن برضو يا معلم اهو المسامح كريم. كفايه انها اعترفت بغلطتها ولا يمكن تكررها تاني. وإذاني سامحت يا استاذ، ولادي اللي ما جيش للدنيا سامحوها كيف؟ ها بلاش كده، اودي وشي فين البلد لما يعرفوا اني بعد 6 سنين الجواز ما حلتيش غير عيلين اتنين. كفايه يا اخي انك تعرف تربيهم كويس. الخير كتير والحمد لله، والله والله لو قرطه البوجه تاكلنا الشات. وصحتها يا معلم؟ افهم يا وليه. ست السليمه وبعافيه ملك الجزء. ايوه طاعت واجبه. ايوه ليه دي اللي قالها؟ معلش معلش خديها على قد عقلك يا ست سوسن. ايوه بس ده كمان انت يا معلم، ده مش كلام، المفروض ان انت اول واحد يخاف عليها. ايه اكتر من كده؟ انا غلطان عشان عايز ارفع راسها في وسط البلد لما يقولوا ما حدش خلف عيال اكتر من 6 البنات. الظاهر مفيش فايده. الفايده ضاعت يا استاذ من يوم ما سمعت كلام الراجل بتاع الكركفو. لو يقع في يدي. هتعمل فيه ايه يا معلم؟ هقطعه تقطيع، حفرتك وفرتيك، هجيب كركفون ونادي من ده بكره يا بيه قرشين. هتسال ليه مال؟ لا بس اصلي كنت عاوز اعرف انهي ارخص، لحمته ولا لحمه الجمعيه؟ وده سؤال برضو يا ست البنات، بيتك قصدي اقول فيلتك ومطرحك. انا قلت اسالك يمكن تكون متضايق من وجودي ولا حاجه. ده كلام برضو، ازاي تقولي كده؟ انت حتى من ساعه ما حطيت رجلك في الفيلا والواحد ما سمع لك الصوت، لا انت ولا عيالك. مش بقول لك انا كنت عارفك ده برضيك، ما هو بيني وبينك انا دلوقت ملزومه منكم. ازاي يعني؟ تنكر انكوا السبب في المصيبه اللي انشالت وانحطت على دماغي؟ لا. تنكر اني مشيت زي ما انتوا عاوزين على الصراط المستقيم؟ لا. تنكر ان الواد التاني بيشجع اخوه وبياخد حصه؟ لا 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 لا، اهلا بيكوا انتي ومشجعين الدرجه الثالثه. قولولي عملتوا ايه؟ مفيش فايده، زي ما روحنا زي ما رجعنا. انا كنت عارفه كده علشان كده اتفقت مع سعاده البيع. على ايه؟ شوف لها اوضه يا بلعوط، شوف لها اوضه تكون على الشارع يا بلعوط. كمان اتفضلي شيل العيل الثاني وتعوراي. هو ده الهدوء يا دكتوره اللي وعدتيني بيه؟ هو ده افتح عيني كل يوم على صريخ ولاد ست البنات؟ معلش يا دادي بقى، جوزها ورافض يرجعها، ولو رجعت البلد هي هيقتلوها. او ما اتقتل انا كل يوم بدوشتهم؟ يا دادي بقى الله، باقي من الزمن سنة، أصعب سنة هتمر عليها في حياتي. وأنا كمان، لأن السنة دي هتكتب آخر سطور في البحث اللي كل الوسط العلمي يا دادي بيستناه. أنا في إيه ولا في إيه أنت رخرة؟ المهم ألاقي راحتي وألاقيها في بيتي. اطمن يا دادي، إن شاء الله بعون الله كلنا حنرتاح. ايوه حركات، عندك حق. تعرف على قد ما العيال وحشوني وحجنن عليهم، على قد ما انا دلوقتي مرتاح اخر راح. البيت ما بقاش هو البيت. ازاي يا معلم؟ هدوء يا جدع ما بعده هدوء. يعني انت كده مرتاح يا معلم برعي؟ الا مرتاح،
اخر راحه وحياتك. صدق وتامن بالله، لا اله الا الله، انا ساعات بحس ان المسابقه دي جت رحمه لينا. رحمه؟ هو في رحمه اكتر من نص مليون جنيه يا جدع؟ تصدقني لو قلت لك ما دخلش عند الدكانه زبون واحد من 7 اشهر. الله لا لا لا، ازاي الكلام ده؟ حركات ده، انت وسطى ترزي ما فيش اخوك. الجاهز الجاهز يا اخويا، وقف حالنا. الله 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 الله، زعلتني قوي 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 يا حركات. امال عايش ازاي يا اخويا؟ بالسلف وحياتك، عشان كده بقول لك المسابقه دي جت رحمه لينا. لو الواحد ما عيال اكتر من كده كان عمل ايه؟ بس كان عمل ايه؟ الامل دلوقتي في النص مليون بتوع المسابقه. ايه بتقول؟ ايه ايه الكلام ده حركات؟ تكونش طمعان فيهم ولا ايه؟ اللي طمعان وليه؟ لا يا معلم، لا، الجايزه دي من حق انا. الشرط واضح يا معلم، بيقول عيلين عيلين بس. وبعدين انت مزعل نفسك ليه؟ هانت النتيجه، فاضل عليها شهرين، شهرين بس. وساعتها نعرف مين اللي احق بيها، انا ولا انت يا معلم. انت ازيك يا حلاوته؟ الحمد لله على السلامه يا زغلول، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. الله، مش شايفه معاك شنط ولا حاجه. الشنط في التاكسي تحت، مش كده؟ هنزل اجيبها. مفيش شنط يا حلاوته. ازاي؟ اللي بيسافر بيرجع بشنط. انا مش راجع بشنط يا حلاوتهم، عشان ما كنتش مسافر. ما كنتش مسافر؟ اه. امال كنت سايبني 3 سنين بحالهم انا وعيالك ورحت فين؟ اتكلم يا زغلول. انت اللي اخترت يا حلاوتهم، سمعت كلام امك واخترت العيال. ولادك يا زغلول. عارف يا حلاوتهم، المفروض الواحد يخلف عشان يسعد بخلفته، مش يقدروا حياته. انا حاولت افهمك ما فهمتيش. افهم ايه؟ انا راجل عندي مسؤوليات، في رقبتي 5 اطفال محتاجين يتربوا وياكلوا ويشربوا ويتعلموا. اخواتك حمل تقيل وسابولي والدي ووالدتي، وما اقدرش اتخلى عنه، وما كنتش اقدر استمر مع زوجك تجيب لي كل سنه عيل عشان تربطني اكتر واكتر. كفايه الحمل اللي ورايا. اتجوزت؟ ايوه. غني مش كده؟ فهماني وفهم ظروفي. عيني يا الله، عيني. الحقوني الحقوني. مالك مالك يا ابو رجال؟ مالك يا ابو رجال؟ ما تتكلم. الحقوني يا خالد. مالك عمال تقول زي الستات كده ليه؟ الحقوني. انسرقت. ايوه اتسرقت يا خالد. جهود عمالي ورسمالي، البنجة ضاعت يا ناس. اتسرقت؟ ايوه. ايه الكلام ده؟ لا حول ولا قوه الا بالله. اتسرقت ازاي يا عمده زمانك؟ 2 قابلوني يا بوي، قالوا لي ازيك يا ابو رجال، قلت الله هتعرفوني؟ قالوا كيف ما بنعرف زنت الرجال. فرحت، قالوا معانا بضاعه بتاعت معلم عايبي حاله ومحتاله عشان يعمل عمليه لمرته. قلت اشتري. بكام؟ قالوا ب2000 جنيه و5. 5؟ وايش معنى 5 دي؟ ما هو ده الملعوب يا بوي. واحد منهم قال لي معناش فكه، تعال معايا فك ال10 جنيه وديك ال5. رحت عماه. رحت عماه؟ ايوه. يعني ضربك في وشك عماك؟ لا، امال ايه؟ انا اللي رحت عماه. فهمت. رحت معاه يعني، كويس. وبعدين قال للراجل بتاع السجاير اديني 5 جنيه عشان مستعجل، وقدي لابو الرجال ال5 التانية على مهلك. وخدت ال5 جنيه؟ خدتها يا بوي، خدتها. لكن رجعت للراجل الاولاني، لا لقيته ولا لقيت البضاعة القديمة ولا حتى الجديدة ولا حتى ال2000 جنيه. يا حمدي يا حمدي يا حمدي يا حمدي، ضيعت البقجة وال2000 جنيه اللي حلتنا يا مفتح. حرام عليك يا عاد، حرام عليك يا ست البنات. انا جبتك عشان تواسيني ولا عشان تفكريني كل شوية بخبتي؟ حرام عليك يا شيخ. انا اكل منين دلوقتي يا مفتح؟ انا اخد تاكسي وننزل محطة مصر نقول لله يا محسنين. اقول لك ايه، المسابقة اللي قدمت فيها اخبارها ايه؟ النتيجة بتاعتها بعد 3 ايام. ليه عاد؟ واللي هيكسب عيدوله 500,000 جنيه صحة. عيقولك ده؟ وانت مالك انت؟ هو انت قدمت؟ مالي كيف؟ مش انا عندي عيلين؟ اه؟ تبقى من حقك. حقك منين يا ابو الرجال اذا كنت انا اللي مقدمة؟ والراجل مننا ايه ومرته ايه؟ احنا الشركة يا بنت.
والشركة دي طلب عيال يا ابو الرجال؟ لا طلب مخ ومخ مفتح، والحمد لله المخ موجود والمفتح موجود. انت هتقول لي ده انت مخك يساوي اجل 5 جنيه فك. بتقولي ايه يا حلاوتهم؟ زي ما بقولك كده، اتجوز 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 ولا يهمك. بكرة تتجوزي ست سيدو، احمدي ربنا انك معاكي منه عيلين بس. وإلا كنت لصتي بيهم. انا ومين غيرك يا سي بلعوطي يقدر يقول لي ويريحني؟ اقول لك ايه لمؤاخذة، النتيجة بيني وبينك انا معلق امل كبير قوي على الجايزة، اعصابي بايظة كما العيل اللي مستني نتيجة امتحانه، عشان كده قلت اجي اشوفها في الكنترول. لا لا اطمن اطمن، انت بالذات ليك مفاجاه كبيره قوي. صحيح، الله يطمنك. روح يا معلم وكلها بكره ان شاء الله، وتعرف النتيجه وتشوفها بعينك متعلقه كمان. بكره؟ امتى يجي بكره ده؟ امتى؟ الاستاذ بلعوطي عاوز يتكلم، اتفضل يا استاذ الميكروفون معاك. اهالي الحي الكرام، يسرنا ان نجتمع اليوم في هذا الحفل السعيد لنعلن نتيجة المسابقة التي اقامها المليونير صاحب العزة فرجاني فرجاني فرجاني. يعيش المليونير فرجاني، يعيش يعيش المليونير فرجاني، يعيش المليونير فرجاني. ولا 5 في 6 مليون، ولا 5 في 6 مليون. والآن كلمة الدكتورة سوسن فرجاني فرجاني فرجاني. أهالي الحي الكرام، سيداتي سادتي، أيها الإخوة الزملاء والزميلات والعلماء، إخواتي الطلبة، يسعدني أن أتوجه بالشكر والتحية لكل مواطنة أو مواطن من أهالي الحي استجاب بالفعل لهذه المسابقة. فقد كانت الاستجابة عظيمة جدا جدا، وكشفت الدراسة المصاحبة للمسابقة عن نتائج علمية قيمة جدا. لكننا في الحقيقة محتاجون لسنوات أخرى وسنوات حتى نصل إلى النتيجة المرجوة. والله والله إيه الكلام ده؟ دول باينهم هيحمروا يا جدعان ولا إيه؟ الكلام كده شكله ما يطمنش يا معلم. حرام عليكم، نشفتوا رجنا والآخر تقولوا المرجوة. أبو الرجال إلا مرجوة يعني ما خبرش، بينا نهد الصواب على دماغهم يا رجالة. الدنيا من فضلكم يا جماعه، من فضلكم من فضلكم اسمعوني. استنوا يا رجاله، استنوا لما نشوف الكلام للاخر. مبروك عليكم، الف مبروك. مبروك عليه يا اخويا. انا الجايزه يا ستي، الجايزه اللي خدها كل واحد منكم يا ست حلاوتهم. الله، انت اخدت حاجه يا معلم برعي؟ ابدا وحياتك. ولا انا. واه، تكونش خدتها من ورايا يا مفتح. الجايزه بالفعل وصلت كل واحد فيكم يا جماعه. انتوا ليكوا حق تستغربوا برضو، لكن قبل ما كل واحد فيكم يستغرب عليه انه يسأل نفسه سؤال واحد. هل حاله لحظة من فضلكم، السؤال هو هل حاله دلوقتي بعد المسابقة ما انتهت زي حاله قبل المسابقة؟ سكت يعني، والسكوت علامة الرضا. ايه رأيك يا معلم؟ ما انكرش يا سعادة البن، حالي تصلح عن الاول. وانت يا حركات، وانت يا ست البنات، وانت يا حلاوتهم، وانت 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 وده وده ودي. ها، هي دي جايزتكم، هي دي جايزتكم الحقيقية يا جماعة. ابقى غلطان؟ ها، اتكلموا، اللي له عندي جايزة يطلبها. اتفضلوا. يعيش في الجانب، يعيش في الجانب، يعيش في الجانب.
يدوروا البيه ويلفوا بيه الحارة. استنوا يا جماعة استنوا من فضلكم استنوا شوية. انا يا جماعة انا عندي اقتراح احب انكم تسمعوه. ايه رأيكم لو نعلن الليلة عن مسابقة جديدة؟ عن جايزة برضو؟ ايوه ونخليها نخليها 2 جنيه بس، شيء رمزي جدا يعني. لا سعادة البيه لا، كفاية بقى، نخليها من غير ولا مليم. عفارم عليك. ايه رأيكم يا اهل الحي الكرام؟ موافقين؟ موافقين. جايزة لأهالي الحي الكرام مع تحيات حسن عمران حسني غنيم